بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 170. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الإيلاء. والإيلاء هو الحلف، هو الحلف. فإذا حلف لا يطأ زوجته أبدا فإنه ينظر حتى يتم عليه حول، حتى يتم عليه سنة. إذا تم عليه سنة فإنه يوقفه القاضي ويقول له بطلبها هي. إذا طلبت الوطأ فإن القاضي يوقفه ويقول: إما أن تطأ وتكفر عن يمينك، وإما أن تفارقها دفعا للضرر عنها. فإن وطئ وكفر عن يمينه فالحمد لله حصل المقصود، وإن أبى أن يطأها فإن القاضي يفرق بينهما، يفرق، طلق عليه، القاضي يطلق عليه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني رجعوا ووطأوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيوقفه القاضي بطلبها ويقول له: إما أن تطأ وتكفر عن يمينك، وإما أن تفارقها. فإن أبى أن يطأ وأبى أن يفارقها طلقها القاضي عليه بطلبها دفعا للضرر عنها. نعم. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة. نعم. آلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ضايقنه زوجاته بطلب النفقة منه واعتزلهن في غرفة مستقلة، فطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوطئ ويكفر عن يمينه، فالله جل وعلا أفتاه بذلك، وهو الحكم له ولأمته، للذين يؤلون يعني يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يحلفون أن لا يطأوهن، ينتظر به إلى أربعة أشهر، لأن هذا أقصى
ما تتحمله المرأة، فإن رجعوا وكفروا عن أيمانهم ووطأوا زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وإن أبوا فإن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تطلق وإما أن تطأ، فإن طلق انحلت المشكلة وإن لم يطلق فإن القاضي يطلق عليه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة. جعل الله الحرام حلالا، لا تحرم زوجته، وأمر بالكفارة سبحانه وتعالى. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي، وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه أصح، وعن ابن عمر. على كل حال، سواء كان مرسلا، والمرسل والمرسل ما سقط منه الصحابي، يعني روي عن رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل، ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المرسل. وسمي مرسلا ما منه الصحابي سقط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المولي. أخرجه البخاري. يعني لا تطلق زوجته بمجرد مرور 4 أشهر، لا، بل هو الذي يطلق، إما أن يطلق، يعني القاضي يوقفه، فإما أن يطأ وإما أن يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب الزوجة. نعم. وعن ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المولي. أخرجه البخاري. وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير روي عن هؤلاء الصحابة. نعم. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب. أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، في رواية تلميذه أبي طالب. نعم. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: يوقف المولي بعد 4، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. إي نعم. وعن سلمان ابن يسار قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي والدارقطني. كلهم يقفون المولي بعد تمام 14، فإما أن يطأ ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق. نعم. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني. نعم. كتاب الظهار. كتاب الظهار، والظهار أن يحرم زوجته ويقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو أن يشبهها بمن تحرم عليه من محارمه، يشبهها
بمن تحرم عليه من محارمه. هذا هو الظهار، وهذا يمين، يمين مكفرة، يمين مكفرة. نعم. عن سلمة ابن صخر قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت وهو صائم. نعم. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري وأني ظاهرت، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: نعم، ها أنا ذا، فقضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. قهر رقبتي. نعم. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: نعم. فهو لا يصبر، لا يصبر وقت الصوم عن امرأته، يمكن فيه مرض الشبق. نعم. قال: فتصدق. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بوسق، والوسق 60 صاعا من التمر، يطعم منها ويأكل الباقي. هذا فرج من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال: فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم. وعن سلمة ابن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم. ولا يجب عليه كفارتان، عن واحدة عن الظهار واحدة عن الوطء الذي حصل. نعم، تكفي كفارة واحدة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سلمة عن سلمة ابن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا، فقال: أطعمه 60 مسكينا، وذلك لكل مسكين مد. رواه الدارقطني والترمذي بمعناه. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. حتى تفعل ما أمرك الله، أو يعفو الله عما حصل من الوقاع قبل التكفير. نعم. وهو حجة في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. نعم. ورواه النسائي أيضا عن عكرمة مرسلا وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. نعم، إذا لم يقدر عليها تبقى في ذمته دين لله عز وجل، فإذا أيسر أوفى بهذا الدين. نعم. وعن خولة بنت مالك ابن ثعلبة قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله كلامها، سمع الله كلامها وهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ما لي، ما أفعل، لي صبية إن تركتهم معه ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا. وما زالت تشكو إلى الله حتى أنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وصار لهذه المرأة مزية على نساء الصحابة أن الله سمع شكواها. نعم. قال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. فأتي ساعته بعرق من تمر. بعرق من تمر. نعم. قلت: يا رسول الله، العرق في يعني زنبيل، العرق يعني الزنبيل، فيه 30 صاعا من التمر. نعم. فأتي ساعته بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، إني سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. والعرق 60 صاعا، رواه أبو داود. ولأحمد معناه، لكنه لم يذكر قدر العرق، وقال فيه: فليطعم 60 مسكينا واسقا من تمر. ولأبي داود في رواية أخرى: والعرق مكتل يسع 30 صاعا. وقال: هذا أصح. إيه نعم، يعني أعطاه عرقين، 30 30، يعني 60. نعم. وله عن عطاء عن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا، وهذا مرسل. قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسا. نعم. باب من حرم زوجته أو أمته. عطاء بن رباح يعني راوي الحديث،
عطاء بن رباح هذا إمام أهل مكة في الفقه، إمام أهل مكة في الفقه رضي الله عنه، وهو مفتي مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من حرم زوجته أو أمته عن ابن عباس رضي يعني الله. حكمه، باب من حرم زوجته أو أمته، ما حكمه؟ نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. نعم. إذا هذا إيلاء، إذا حرم زوجته فهذا إيلاء، يطعم 60 مسكينا وتنحل، ينحل هذا الإيلاء. نعم. وفي لفظ: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقال: كذبت، ليست عليك بحرام. ومتلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ أغلظ الكفارة عتق رقبة. رواه النسائي. نعم. أغلظ الكفارة، أغلظ يعني يدفع، أغلظ الكفارة وهو عتق رقبة، ومن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. نعم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: كانت مارية القبطية كانت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عندها، فغارت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وضايقنا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يذهب إليها، من باب الغيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله أنزل هذا القرآن تفريجا لهذه الكربة. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. رواه النسائي. نعم. وبجانب الآية، الآية الأخرى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بالكفارة. نعم. كتاب اللعان. اللعان هو أن يرمي زوجته بالزنا وليس له شهود أربعة، ليس له شهود أربعة يشهدون عليها، فهذا هو القذف، هذا هو القذف. ماذا يفعل؟ أنزل الله سبحانه وتعالى أمره بما يفعل هذا. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. لاعن امرأته إذا لم يكن له شهود أربعة فإن له الملاعنة، فيقف ويشهد عليها أنها زنت أربع مرات، أربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يوقف الزوجة المقذوفة فتشهد أربع شهادات أنها بريئة مما قذفها به،
والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. هذه هي الملاعنة، هي الملاعنة. ثم يفرق بينهما الحاكم تفريقا مؤبدا لا يلتقيان بعده. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا الذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يعني الزوج، إنه لمن الصادقين فيما قذفها به، والخامسة أن يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تقف الزوجة فتشهد أربع شهادات بالله عليه إنه من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، إن كانت من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، والغضب أشد من اللعن، العياذ بالله، الغضب من الله أشد من اللعن، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، تدعو على نفسها بالغضب، أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه الجماعة. نعم، تلاعن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالزوج، لأن الزوج نفاه باللعان، لا بد أن يقول وأن هذا الولد ليس مني بعد الخامسة، يقول وأن هذا الولد ليس مني، فيلحق الحاكم بالمرأة لأنها أمه قطعا، أمه هي أمه قطعا. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن، وعن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير إمام التابعين رحمه الله. نعم. أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به، ابتلاه الله به، فزنت امرأته، زنت امرأته، ابتلاه الله، ولو أنه سكت عافاه الله من ذلك. نعم. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال يعني عذاب الدنيا الذي هو الحد، حد القذف، حد القذف 80 جلدة، هذا أهون من عذاب الآخرة. نعم.
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: يعني الحد، إقامة الحد عليها وهو الرجم، أهون من عذاب الآخرة والعياذ بالله. نعم. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويكون هذا بمحضر، يكون هذا بمحضر من المؤمنين. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. نعم، لما تم اللعان بينهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذه الفرقة دائمة لا يجتمعان بعدها أبدا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ 3. متفق. نعم. عليهما. نعم. وعن سهل بن سعد لما رمي امرأة بالزنا وأنكرت هي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، أن أحدكما كاذب. نعم، إما الرجل وإما المرأة. نعم. فهل منكما من تائب؟ 3. متفق عليهما. نعم. وعن سهل بن سعد، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ابتلي والعياذ بالله لما سأل هذا السؤال وهو لم يقع له، ابتلي فوقع به. نعم. فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فالإنسان يمسك لسانه ولا يسأل عن الأمور العظائم التي فيها حرج وفيها مشقة على الناس، لا يسأل عن هذه الأسئلة، إنما يسأل إذا وقعت له. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل، للملاعنة يعني. نعم. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي لفظ لأحمد ومسلم: فكان فراقه إياها
سنة في المتلاعنين. نعم، لا يجتمعان بعدها. نعم. باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا، يعني لا يراجعها، ليس له رجعة عليها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. مالي يعني المهر، المهر الذي أعطيتها، يريد أن الرسول يدفعه له، فقال: ما لك عليها سبيل، إن كنت قد وطئتها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو بكذبك عليها. نعم. فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. نعم. وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. نعم، كل فرقة بعد الدخول للمرأة لا تسقط المهر، لأنه يتقرر بالدخول، المهر يتقرر بالدخول، وتملكه المرأة ملكا مؤبدا. نعم. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. رواه. نعم. أبو داود. نعم. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي قال: عن علي رضي الله عنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهم قال: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. رواهن الدارقطني. نعم. باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. نعم. عن ابن عباس، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في كفارة الظهار هل يكون الإطعام وجبة طعام لكل مسكين، أم يعطى ما يكفيه من التمر أو الأرز؟ كله مجزي، كله مجزي، إن أطعمه طعاما يأكله أو أعطاه ملكه إياه كله مجزي. نعم. ثم يقول: وفقك الله، وهل يجوز دفع الكفارة مالا؟ لا ما يجوز دفع، يعني بدل الطعام مال، لا، هذا تغيير لما جاء في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا آل الرجل 4 أشهر والزوجة بعد ذلك لم تطالبه بشيء، فهل يستمر بالإيلاء أو أنه يلزمه الطلاق أو الرجعة؟ يلزمه الطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم، ولها النفقة، لها النفقة
طيلة امتناعه منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلبت الزوجة الطلاق وأصرت على ذلك، فهل ترد الصداق إلى زوجها أم هو حق لها؟ ترده أو ترد أكثر منه، مهم أنه ترد عليه مالا يقنعه، ترد عليه مالا يقنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلاد الكفر ليس هناك في بعضها مركز إسلامي، فكيف يتم الخلع ومن يقيمه؟ المركز الإسلامي يذهبون إليه، إذا كان قريبا منهم يذهبون إليه، ولا يرجعون إلى بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة وهي البلاء موكل بالمنطق؟ اي نعم، هذه حكمة، البلاء موكل بالمنطق. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين المباهلة واللعان؟ المباهلة من طرفين، المباهلة فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين من طرفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: عندما لبست الحجاب منعني أبي من لبسه وطردني من البيت، سؤالها: تريد أن تتزوج، فهل تحتاج إلى إذن أبيها مع العلم أنه مسلم؟ أي نعم، هو وليها، ولو طردها هو وليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لحيتي تنمو ببطء شديد، وقد سمعت عن دهان يحفز نمو اللحية، فهل يجوز استعمال هذا شرعا علما بأنه آمن؟ يباح لكنه مكروه، لا تتكلف شيئا ليس عندك، ترضى باللحية التي خلقها الله لك، وإن لم تخرج لك لحية ترضى بذلك، ولا تتكلف استنباط اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: نحن نعمل في إذاعة في بلدنا ننشر فيها الدروس والمحاضرات العلمية، فهل يسمح لنا فضيلتكم أن نأخذ فتاواكم من موقعكم الرسمي ثم ننشرها بعد ترجمتها في إذاعتنا، ننشرها بلغتنا المحلية؟ لا بد من عرضها علي أسمعها، فإن كانت صحيحة أمضيتها لكم، إن كانت غير صحيحة منعتها، لا بد من سماعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة المحرمة محظور عليها استعمال القفاز، فهل يجوز لها أن تضع قماشا على كفيها وتغطيهما؟ عن الرجال، تغطيها عن الرجال، إذا كانت بحضرة رجال تغطيها، وإذا ذهب الرجال كشفتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي خالة من الرضاع، وقد طلبت مني أن أخرج معها وهي متبرجة، فهل يجوز لي أن أرفض الخروج معها لأجل ذلك؟ إيه نعم، ترفض الخروج معها وهي متبرجة لأنها عاصية،
فلا تساعدها على معصيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خطبت امرأة فقيل لي عنها إنها تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا، فهل يجوز لي الاستمرار في هذا الأمر؟ لا، إذا كانت تضيع الصلاة فلا تحل لك حتى تتوب إلى الله تحافظ على الصلوات، وإلا فهي ليست بمسلمة، ليست بمسلمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: زوجي يغار علي كثيرا ويصل الأمر إلى حد الشك أحيانا، فهل هذا من أمر الشارع؟ هذا إيش؟ فهل هذا من أمر الشارع، من أمر الشرع؟ إيش السؤال؟ تقول: زوجي يغار علي كثيرا ويصل الأمر إلى حد الشك، فهل هذا من أمر الشرع؟ لا، لا يجوز له أن يتهم البريئة. نعم. فضيلة الشيخ، ما دام لا يعلم عنها شيئا فلا يتهمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقطع الصلاة إذا كان هناك شيء ضروري؟ إذا رأيت إنسانا على خطر، مقبلا على خطر، مثل الأعمى أمامه نار أو حفرة، فإنك تقطع الصلاة لإنقاذه. يجوز قطع الصلاة لإنقاذ معصوم، يعني معصوم الدم. إذا رأيت إنسانا مقبلا على خطر وإن لم تساعده وقع في الخطر، فإنك تقطع الصلاة من أجل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستعمر، يقول: ما المراد بذلك تستعمر؟ تستشار، تستعمر يعني تستشار، فإن رضيت به وإلا لا تلزم. نعم. فضيلة الشيخ، والأيم هي التي سبق أن تزوجت وطلقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تزوج بطريقة نكاح الشغار ثم علم بالحكم، فهل يلزم تجديد العقد؟ لازم عند القاضي، لازم يراجع القاضي القريب منه يجدد لهما العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من دخل المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ ينتظر واقفا حتى يؤذن المؤذن فيصلي تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بأن يصلي تحية المسجد ولو بعد العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي أخوات لا يلبسن الحجاب، وقد لي أخوات لا يلبسن الحجاب، وقد حاولت نصحهن لكن لم أوفق في ذلك، فهل يجب علي أن أعتزل أخواتي ولا أقعد معهن؟ تلزمهن بالحجاب عند القاضي، تلزمهن عند القاضي بالحجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القزع هل هو مكروه أو محرم، وهل يأثم فاعله؟ القزع حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، يقولون مكروه، ولكن الواضح أنه محرم وليس مكروها. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرأس: احلقه كله أو دعه كله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: المرأة المخطوبة هل يجوز لها أن تضع المساحيق على وجهها عند نظر الخاطب لها؟ لا، هذا من الغش، هذا من الغش، بل يرى ينظر إليها على طبيعتها من غير تكلف ومن غير تزين. نعم. فضيلة الشيخ، كان الأرجح أنه ما ينظر إليها في حضرتها، وإنما ينظر إليها خفية حيث لا تشعر به، حيث لا تشعر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول إنه يريد الهجرة إلى بلاد الإسلام، ولكن زوجته ترفض مخافة الفقر. سؤاله: هل له أن يتركها مع أولاده ويهاجر لوحده، علما أن زوجته يقول مصابة بالمس؟ لا، يحافظ على زوجته، يحافظ على زوجته ويكون معها حتى تقتنع بالهجرة فتهاجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، فهل يكون محرما لها في العدة؟ لا، لا يكون محرما لها إلا إذا رجعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا بائنا، فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها من غيره بعد ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا. ابنته، هذه ابنة زوجته التي طلقها، هي حرام عليه تحريما مؤبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أتى امرأته حال الحيض وكان جاهلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أتى امرأته حال حيضها وكان جاهلا بالحكم، فهل تجب عليه الكفارة؟ اي نعم، عليه دينار أو نصفه دينار، وهو النقد من الذهب، وزنته 40 مثقالا، دينار أو نصفه. نعم، يخير بينهما، والدينار الكامل أفضل من النصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الأب أن يزوج ابنه ويدفع له المهر؟ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ نعم، إذا كان ابنه معسرا وهو بحاجة إلى الزواج، فإن على والده أن يزوجه من ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عنده ملابس كثيرة وفيها صور لذوات الأرواح، فهل يجوز أن يلبسها أبناؤه أو يتصدق بها؟ إن كان يمكن إزالة الصور منها فيزيل الصور ويلبسها، وإن كان لا يمكن إزالة الصور منها فإنه يحرقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه مبتلى بخروج الريح لكن في بعض الصلوات دون بعضها، فهل يكون حكمه كحكم سلس البول وغيره؟ لا، ما هو حكم سلس البول دائم، وهذا ما هو بدائم،
فإذا حصل منه شيء في الصلاة فإنه يذهب ويتوضأ، يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تعارض بر الأم مع طلبات الزوج، صلى الله عليه وسلم في هذا لا يخرج يعني من الصلاة حتى يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تعارض بر الأم مع طلبات الزوجة فأيهما يقدم شرعا؟ يقدم طلبات الزوجة، لأن نفقة الزوجة واجبة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أبي رجل طاعن في السن ومريض، وهو يرفض تناول الدواء ولا يقبله فتتعكر صحته، يقول: ما الواجب علينا شرعا في التعامل معه وحالته تزداد سوءا لرفضه الدواء؟ هذا يشاور الأطباء على الدواء المناسب له ويجبر عليه. نعم. الفقهاء يقولون يباح التداوي، التداوي عندهم مباح، ولكن الصحيح أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من خشي على نفسه من النظر الحرام فهل يجب عليه الزواج؟ هنا ليعف نفسه، ليعف نفسه عن النظر إلى النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد فوجدت حلقة علم، فهل أجلس مباشرة أم يجب علي أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ تصلي ركعتي تحية المسجد وتجلس لسماع الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص أم يجب عليها أن تستأذن من زوجها قبل ذلك؟ تتصدق من مالها الخاص وليس لزوجها منعها من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟ سنة، هذه سنة، من فعلها هذا شيء طيب، يكون أول ما يسمعه المولود ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يقول: ما المقصود بترضون دينه؟ يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما المقصود بقوله ترضون دينه؟ ترضون دينه يعني يكون محافظ على الدين، حافظ على الدين، أركان الإسلام الخمسة حافظ عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الخاطب أن يخبر مخطوبته بأمراضه التي توجد فيه؟ نعم، يجب عليه أن يبين ما فيه من الأمراض، إذا رضيت به فزال الإشكال ولا يخدعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رميت رجلا بذنب ثم برأه القاضي في المحكمة الشرعية مما نسب إليه، فهل يجب علي أن أطلب منه أن يسامحني ويحللني؟ إيش؟
إذا رميت رجلا بذنب؟ إيه نعم، لا بد أن تطلب المسامحة منه، لأنه لا يجوز لك، الواجب عليك ستر أخيك. إذا رأيت عليه خطأ فإنك تستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولكن مع المناصحة، تستره مع المناصحة. نعم، فضيلة الشيخ، مع المناصحة سرا بينك وبينه. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحمل لفترة معينة؟ هذا يشاور الأطباء، إذا قرروا أنه ما عليها خطر من هذه الحبوب وهي بحاجة إليها تستعملها. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو هذه امرأة تسأل فتقول: إذا وقع الزوج في الزنا فهل يجب عليها أن تلاعنه هي كما يلاعنها هو؟ إيش؟ تقول: إذا وقع الزوج في الزنا فهل يجب عليها أن تلاعنه هي كما يلاعنها هو؟ إذا وقع زوجها في الزنا فهل يجب عليها أن تلاعنه؟ اللعنة لا تكون إلا بعد رميه بالزنا، إذا رمته بالزنا فإنه لا يسقط الحد عنها إلا الملاعنة، إذا لم يكن عندها 4 شهود. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نذرت نذرا لله أنني إذا نجحت في دراستي فسأعمل وليمة وقد نجحت، فهل يجب علي الإيفاء بالنذر؟ هذا سألت عنه عدة مرات، ليش تردد علينا هالأسئلة دي؟ هذه مرت، الأسئلة دي كلها اللي انت جبت كلها مارت علينا، ما أدري أنت تنسى ما أدري. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام، ونيته هي الظهار، فهل يكون ظهارا أم يكون يمينا؟ يكون يمينا مكفرة، الظهارا يقول: أنت علي كظهر أمي. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي جار سيء يفعل كبائر الذنوب، يقول: فما الواجب حيال هذا الجار؟ المناصحة، مناصحته والستر عليه. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الملاعن مع الملاعنة يكون فراقهما دائما لا يجتمعان أبدا، يقول: إذا تراضوا بعد ذلك، ولو تراضوا، والكلام إذا تراضوا ما يجوز، ولو تراضوا ما يجتمعان أبدا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قصة المرأة التي كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الدعاء، يقول: إذا دعا المصاب بالصرع أن يكشف الله عنه مرضه هل ينقص أجره؟ لا، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة وفيه نفع للمدعو له. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر؟ نعم، وقع عليه السحر عليه الصلاة والسلام، حتى رقاه جبريل عليه السلام فبرأه الله من ذلك. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول ما تفسير هذه الآية؟ إيش؟ يقول في قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول ما تفسير هذه الآية؟ الصلاة معروفة، الصلاة معروفة وتشمل الدعاء أيضا، ونسكي يعني ذبيحتي التي يذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مثل الأضحية مثل العقيقة مثل نعم، ونسكي ومحياي ومماتي يعني جميع أحوالي لله رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الاستعاذة عند قراءة آية الكرسي؟ وهل صحيح أنه من الأفضل ألا يؤتى بالاستعاذة في موضع يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بل يؤتى بالبسملة؟ لا، هذا كلام باطل. إذا قرأت القرآن إيش؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. من هو اللي يقول هذا ما يصلح؟ الله يقول استعذ بالله ولا يقول ما يصلح؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من أصحابي من يستهزئ بلباسي لأنه فوق الكعب ويستهزئ باللحية، وقد نصحتهم في ذلك ولكن دون جدوى، فما هو الواجب حيال ذلك؟ هذا سألت عنه، قلنا لك تمسك بالسنة ودع عنك الناس، دع من يثبطك في اتباع السنة، أنت مأجور وهم مأجورون بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المرأة التي تخرج متعطرة تخرج إلى المسجد، فما حكم صلاتها؟ مكروهة، صلاتها صحيحة لكنها مكروهة، لا يجوز لها التعطر عند الخروج من بيتها سواء للصلاة أو غيرها، لكن الصلاة آكد لا تتعطر. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات، يعني غير متزينات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول تخاصمت مع أحد الإخوة على سبب تافه وحاولت مرارا تجديد العلاقة وعدم الهجر، ولكن أجد رفضا في كل مرة ولا يكلمني ولا يسلم أحدنا على الآخر، فهل آثم بهذا الأمر؟ أنت لا تآثم، هو الذي يآثم، هو الذي يآثم على القطيعة، وأما أنت فأنت مأجور على الصلة، صلة الرحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ينزل مني قطرات من البول أعزكم الله وأنا في الصلاة، وهذا بشكل دائم، فهل أقطع الصلاة مع الجماعة أم أستمر في صلاتي وبعدها أتفقد أمري؟ إذا كان هذا بصفة دائمة فهو سلس، سلس البول، وحكم من به سلس البول أنه ما يتوضأ إلا إذا أراد أن يصلي، فيتوضأ ويصلي ولو نزل عليه البول وهو يصلي، لأن هذا ما يمكنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم، ولكن يجعل على ذكره واقيا حيث لا يتسرب البول على جسمه وعلى ملابسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم وضع الشاشات في المسجد وكذلك تعليق الأوراق لأجل النصائح؟ لا يعلق بالمسجد شيء، لا شاشات ولا أوراق، المسجد يخلى من هذه الأمور، والنصائح تجعل في الشوارع
على الجدران. نعم، تجعل في الأمكنة غير المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية، يقول ما حكم أخذها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أخذ الهدايا من البنوك، لأنهم يريدون أن يرغبوك في أن تجعل رصيدك عندهم، وهي بنوك ربوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان أحد الورثة له ظروف خاصة كإعاقة مثلا، فهل يجوز للشخص أن يوصي له وهو وارث؟ لا، لا وصية لوارث، لكن إذا كان به حاجة، إذا كان به حاجة فإنه يوصي له، يعطيه، يعني ما يوصي له، يعطيه في حال حياته قدر حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الشخص إذا تكرر عطاسه مرارا ويحمد الله في كل مرة، فهل يجب تشميته في كل مرة؟ إلى ثلاث، تشميته إلى ثلاث، ثم يدعى له بالشفاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الاكتفاء بكتابة حرف صاد وعدم الصلاة عليه كاملة؟ صاد ما هي بصلاة يا أخي، لا صاد ولا حاء ولا خاء، حروف المقطعة ما هي بصلاة. الصلاة تقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، قال صلى الله عليه وسلم: أنف أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أهدى إلي جيراني حلوى بمناسبة المولد النبوي، وبعد انتهاء المولد بيوم، هل يجوز أو أيام، هل يجوز أن نأكل منها؟ لا تأكل منها، هذه بدعية ولا يجوز أكلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عدم الماء فتيمم وصلى، ثم بعد ذلك حضر الماء في الوقت، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ إن حضر الماء وهو يصلي فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ، أما إذا ما حضر الماء إلا بعدما صلى فإن صلاته صحيحة، ولكن يتوضأ للصلوات المستقبلة. فيه لغز في هذا، يقول: نهق الحمار فبطلت الصلاة. متى هذا؟ نهق الحمار، هو نهيق الحمار يبطل الصلاة؟ نهق الحمار الذي عليه الماء، اللي يحمل الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز وضع الحنة على الجسم على شكل وشم؟ لا، لا يجوز الوشم، الوشم حرام، لعن الواشمة والمستوشمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لبس الخاتم للرجال، هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم المكتوب عليه اسم الرسول: محمد رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تذكر الإمام
أنه قد دخل الصلاة على غير طهارة، فهل له أن يستخلف؟ إيش؟ إذا تذكر الإمام أنه دخل الصلاة على غير طهارة، فهل له أن يستخلف؟ يستخلف، لكن يستأنف الإمام المستخلف، يستأنف الصلاة من أولها.